اجت فكرة التعاون مع جمعية خيرية وانه اعمال الاولاد تنباع ويروح ريعة للجمعية الخيرية. بقى بيكون منا عدة اهداف، اول شيء انه العمل يكون جميل ومتقن، ثانيا في بعض الاغراض جابوها الاولاد من بيوتهم، استغنوا عن غرض هن بحبوه لحتى يتقدم للجمعية. والنقطة الثالثة كتير حلو انه يحسوا حالهم انه بعمالهم الصغيرة هن ساعدوا اولاد جمعية، قد يكونوا ايتام قد يكونوا محتاجين. بقى هي كانت الفكرة الاساسية من الموضوع، حبينا نعمل هاي التوعية المجتمعية انه الطفل العادي او الاهل للاطفال الاصحاء شوي يضووا او يعرفوا شو يعني حالة خاصة ويعرفوا معاناة الأهل. بنلاقي كتير مبادرة أو مشاركات من مدارس، من أهالي أطفال الأصحاء حابين يقدموا شيء، ونحن حابين ناخذ هالشيء منهم ونضوي على عملنا وعلى قدي نحن ممكن نحن نساعد المجتمع، قدي ممكن نساعد الناس الموجودين بهالأزمة، قدي ممكن نحن نقدم علاج أو خدمات أو تأهيل أو توعية. هلأ انغرز جواتهم فعل خير لأنه في ريع على جمعية خيرية، انغرس عندهم شيء انه تجاري، انه انا بعمل شيء وبيعه شغله حلوه، انه يحسوا انه اللي عم يعملوه له قيمه. لما الولد بيبقى مع نفس جيله بيحكي بهالقصص، بيدرس بيحكي ببيع بيشتري بيجتمعوا مع بعض، كل ولد عنده افكار بيحكيها وهيك يعني بتتنمى شخصيه الولد بس يكبر بتلاقيه قيادي. يعني تعلمنا نبيع وما نكون خجولين، نسوي ارقام، لعبه ارقام، نسوي اعاده تدوير، ومنعطي يعني المصاري اللي بزيد للفقراء لأنه لازم نساعدهم.